زعما صوتك يذوب ويتحل في الماء؟ ممكن. تصور عنا مجلس بلدي منتخب من الاخر مرهون في امر من الحكومه ويتحل، اما هذا ممكن بشرط واحد، اذا البلديات الجدد يبقوا يخدموا بقانون قديم وما يتاقلموش مع الدستور الجديد. كي المجلس البلدي يتحل شنو باش يصير من بعد؟ وقتها النيابه الخصوصيه تتسمى بامر يصحح عليه رئيس الحكومه، وهو اللي يختار شكون يخطر له. النيابة هي مجلس بلدي انتقالي وتلعب دور المجلس البلدي منتخب كاملا. النيابة الخصوصية نقاها مثلا كي تحدث بلدية تتقسم وإلا يصير إدماج، وإلا في حالة استقالة كافة أعضاء المجلس البلدي أو تعذر تكوينه. اليوم بلدية تونس الكل مسيرة بالنيابات، وفي غالب الأحيان يترأسها المعتمد متاع الجهة. من علاش مش ننتخبه؟ ما نساوش اللي السلطة المحلية سلطة كيفها كيف التشريعية القضائية وإلا التنفيذية، هذا اللي موجود في دستورنا. وكيفاش هذا باش يترجم في الواقع؟ لازم مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع مجلة جماعات المحلية اللي مازال في المرحلة الأولى، يعني في اللجان. بر الأمان.